أطلقت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج الشتاء تحت عنوان من الشارقة إلى الغيوم، والذي يستمر حتى 23 ديسمبر الجاري. من الشارقة إلى الغيوم، برنامج شتوي تحتضنه سجايا فتيات الشارقة للمنتسبات، وهو برنامج يضم فعاليات متنوعة مليئة بالمتعة والأفكار الجديدة، هادفاً لتطوير مهارات الفتيات عبر 6 برامج تخصصية يتم التركيز فيها على مجالات فكرية وعملية. استقطبنا عدد كبير من الفتيات، الهدف من البرنامج ان احنا ننمي مواهب الفتيات ونستقطب اكبر عدد ممكن عشان نشغل وقتهم في الاجازه بشكل مفيد وممتع في نفس الوقت. البرنامج غطينا فيه المسارات اللي عندنا في سجايا المختلفه، وعندنا ورش متنوعه جدا كلها تخصصيه. البنت تسجل في البرنامج وتنضم لاسبوع كامل في باقه معينه تستمر معاها للاسبوع كامل. البرنامج يضم ايضا 20 ورشة من مختلف المجالات الابداعيه، كورشه فن صناعه الشموع التي تفاعلت الفتيات خلالها. تعلمت في هذه الورشة كيف أسوي شموع طبيعية، هالشموع وايد حلوة لأن ريحتها حلوة، وبعد أنها تساعد المرضى وبذات اللي مرضى الربو، وبعد أنها مو بخطرة لأنها طبيعية، وأقدر أفتح مشروع من الشموع هذه وأبيعها للناس ويستفيدون وأنا أستفيد. أما فن صناعة الريزن فهو من الفنون الحديثة الذي يتم من خلاله استخدام مادة سائلة شفافة لتتحول لمادة صلبة ممزوجة بالألوان. تعلمت في ورشة فن الريزن كيفية صنع الريزن وكيفية أدمج الألوان إلى بعض عشان أصنع لوحة ابتكارية باستخدام يعني مواد كيميائية، وفي المستقبل أطمح أن أطور من هالمهارة ومثلا افتح لي بزنس او مشروع واعلم الناس يعني اعطي ورشات في هالموضوع. يكون واضح انا اين اريد ان اذهب. برنامج الشتاء من الشارقة الى الغيوم يضم ايضا فقرات خاصة بالمسرح تنمي مهارات الاداء والحضور. حضرت ورشة الفنون المسرحية الاداء والحضور، تعلمت فيها عدة أشياء تخص الأداء والحضور، تعلمت فيها كيف أن أعبر عن مشاعري وكيف أن الفضاء أعبي مساحة الفضاء المسرح، وأيضا تعلمت أن التعبير بلغة الجسد أو بالكلام أو بتعابير الوجه. إذن حتى 23 ديسمبر الجاري يقدم هذا البرنامج العديد من الورش والفعاليات التي تمنح الفتيات الكثير من المهارات منطلقا بهن من أرض الشارقة إلى غيوم التألق والإبداع. 3. توسيع مدارك الفتيات وتحفيز الإبداع لديهن أهداف يعمل عليها برنامج الشتاء من الشارقة إلى الغيوم، مع تشجيعهن للعمل الجماعي وتطوير مهاراتهن المختلفة. لأخبار الدار، هدى سالم، سجايا فتيات الشارقة.